وجهي صعبة بقوار صبح قبضان. الله يبارك. انا فرحان بزاف حيت نتلاقى مع الناس اللي تعجبهم الموسيقى ديالي ولا شي بغاني ولا جايين على قبلي. شكرا لهم بزاف ونفس الفرحه جو بونس كنبارطاجيوها مع بعضياتنا. مؤخرا خرجتي كليب جديد، دوينا عليه اكثر. كليب جديد هو اش نقول لك، انا كل شهر كنخرج كليب، يعني ماشي شي حاجه نوفو بو موا، مي الحمد لله لقى واحد الصدى اللي هو زوين بويسكو عاودنا على واحد المعاناه اللي تيعانيها بزاف ديال الناس، وحاولت نتطرق لشي مواضيع ماشي شخصيه وانما واحد المواضيع اللي كتهم المجتمع كامل. انك كتجي على واش زكريا عاش قصه حب اللي خلات معاك؟ قصه حب الا كانت شي ما كرهناش، دابا نفهم ما حنايا نكونوا عايشين شي قصه حب ولا شي حاجه، مي يقدر يكون بور لانستون دز من ديز اكسبيريونس خايبين هما اللي خلوني نهضر بهذه الطريقه، وهذا الشيء ماشي يعنيش ان كاع الدريات خايبين، وفي نفس الوقت ماشي يعنيش ان الدريات راه مزيانين وانا اللي غلط. في الكليب ديالك التالي حاولت انك اش نقول لك، موسيقى واحد الحاجه ما فيهاش لي ليميت، يعني تتحاول دير هذاك الشيء اللي تيسلكك وكتحاول تيلارجي سير البوبليك ديالك اللي تيتبعك، حيت كاين شي ناس اللي الراب والكلمات بالزربه وداك الشيء اللي مضغوط بزاف ما غاديش يسلكهم، بويسكو الوالدين ديالنا كانوا تيسمعوا واحد الموسيقى اللي هي كلاود ومرتاحه. انا حاولت ندمج ما بين الراب وما بين هذا الشيء هذا باش ان شاء الله اكسيدي الماكسيموم ديال البوبليك. ا 100% راه لا، حيت بديت طونك توناليتي رابور ما نقدرش نقلبها راهي 100%، ولكن بلاتي واحد القضيه باش نوضح التعميم، هذاك الشيء اللي تندير راه ماشي راي، غير هو كيقدر يكون واحد السيل ديال الراب اللي هو ملحن واحد شويه، مي بنادم كاين اللي كلمه تيفهمش، دونك اوليو نضيعوا الوقت في الشرح نخدموا داك الشيء اللي تنخدموا والناس اللي تيعجبهم داك الشيء راه تيعجبهم. حتى انا راه ندمت على بزاف فطور، ندمت فطرت بشي حوايج ما كنتش باغي نفطر بهم الصباح، دونك كاين بزاف ديال الندم فين هو المشكل. شنو هي الاكسبيريونس اللي عمرك تنساها وما كنتش تكون ما دوزتيهاش؟ اش غنقول لك، صراحه شوفي نقول لك واحد القضيه، اي حاجه كدوز منها حاجه خايبه هي واحد الحاجه زوينه غتوقع لك في الفيتشر، مثلا بحال اللي قلتي ربي يعطيك واحد الكومبونساسيون على ديك الحاجه اللي طرات لك خايبه وباسي، فهمتي؟ حيت انا كون ما قريتش ما كنتش غنكون واعي، كون ما تعذبت زعما القرايه، كون ما تشديتش ما كنتش غادي نرابي، كون ما تهرستش ما كنتش غادي كذا، دونك اي حاجه كطرى لك خايبه دابا عرف بلي ربي مخبي لك شي حاجه زوينه جايه في الفيتشر ان شاء الله. التسجيل ديال الكليب ديالك لاحظت على انك كانت معك نفس الموديل. نفس الموديل وي. ولا لاحظتي واحد القضيه؟ ماشي دابا في ثلاثه الكليبات شتي نفس الموديل ياك، ولكن راه في كاع الكليبات واقيلا نفس الناس اللي تيخدموا معايا وانا باقي نخدمو، دونك فين ما تيدوز فيلينغ مع شي واحد ما تنبدلش، حيت تيقول لك تبدل صاحبك بمكرف. العمل الجديد هو واحد التيتر تيدوي غتكون سميتو شمته، ما بغيتش نسبويليك كيفاش بغيت نشرح لك، خلي حتى تسمعو، هو غيكون حسن من اوكي بيبي وحسن من غداره. لا لا كنغنيو على المعاناه الداخليه حنايا. شكرا بزاف على التتبع ديالكم وبقاو على القرص، حنا كل شهر ولا كل 20 ولا كل 40 يوم حنا معكم في تيتر جديد و كراطا تاسيلاتي من هادشي اللي عطا الله. ميرسي مرحبا. شيل العذاب قد مني تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا جيم.